الرضاء بالقضاء يجلب السكينة، والشكوك منه يجلب القلق. لا يموت العالم حتى يؤدي العلم الذي عنده. الحكمة هي الحصول على العلم واستخدامه بالطريقة الصحيحة. الصبر هو مفتاح النجاح والفوز في الدنيا والآخرة. الحياة قصيرة، فلا تضيع وقتك فيما لا ينفعك. إذا كنت تريد أن تفهم الإنسانية فعليك أن تفهم الدين. اذهب إلى العلماء واجلس معهم واستمع إلى كلامهم، فإنهم يورثون العلم ولا يورثون الدنيا. إذا رأيت الأخطاء فلا تذكرها، وإذا رأيت النقص فلا تستشهد به. ما أكثر الكلام فيما لا يعني، وما أقل الكلام فيما يعني. إذا كان الناس يعرفون قدرك فلا تنس قدر الناس. من أحب أن يدوم له الإحسان فليدوم الإحسان إلى الناس. لا تشتم من شتمك، فقد تكون أنت الأدنى في الأخلاق.